السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا ومعاكم النهاردة درس جديد علشان نفهم نتعلم ببساطة. درسنا النهاردة هو درس الانحراف في المنشور الثلاثي. تعالوا نسأل نفسنا شوية أسئلة في الأول كده، إيه هو أصلا المنشور؟ المنشور عندنا زي ما هو في الشكل كده، ليه منشور ثلاثي؟ عشان قاعدتيه بيكونوا على شكل مثلث. هنبص للمنشور من قدام كده، هيكون الشكل قدامنا ده اللي هو هنبص على القاعدة اللي هي المثلث. ايه لازمة المنشور ده او بيصنع من ايه؟ هو بيصنع من الزجاج. لازمة المنشور ده ليه شوية حاجات كده، بس منهم يعني اللي احنا المفروض نكون عارفينها، ان المنشور ده لما بيسقط عليه شعاع ضوء ابيض ويكون المنشور ده في وضع معين كده هنعرفه في اخر الدرس ان شاء الله، الضوء ده بيتحلل الى الالوان السبعة اللي احنا عارفينهم من الاحمر للبنفسجي. طبعا ندخل على الشكل ده، بس قبل ما ندخل عاوزين بس نعرف حاجة معينة أو نفتكرها مع بعض، هي أصلا إيه زاوية السقوط وإيه زاوية الخروج. ده عندنا سطح زجاج أو أيا كان، ده شعاع ضوء بسقطه، وده العمود المقام على السطح. أنا لما بسقط شعاع ضوء بيعمل زاوية سقوط وهي فاي مع العمود المقام، الزاوية بتكون بين شعاع الضوء والعمود المقام هي زاوية فاي، وزاوية الخروج برضو بتكون بين شعاع الضوء والعمود المقام وهي سيتا. ندخل بقى على الشكل اللي عندنا ده عشان عايزين نستنتج منه قانون معين هنستخدمه فيما بعد. قبل ما نبدأ في الشكل لازم نعرف ايه الكلام الموجود قدامنا ده. ده وجه المنشور A B C. عندنا هنسقط شعاع ضوء، شعاع الضوء ده هيسقط على الوجه الأول للمنشور، بعدين هينكسر شوية كده، وبعدين هيقابل الوجه التاني فينكسر تاني ويخرج بالشكل ده. قمنا رسمين بقى الأعمدة المقامة، العمود المقام المنقط ده والعمود المقام المنقط التاني فتقابلوا في النقطة دي. وبعدين عندنا الشعاع الساقط والشعاع الخارج، هنعمل لهم امتداد منقط كده. الامتداد المنقط ده هو امتداد الأشعة الساقط والخارج، هيتقابلوا في نقطة سميناها S. الزاوية بين امتداد الشعاعين سميناها ألفا. ألفا دي بيطلق عليها زاوية الانحراف. هنعرف بعدين ايه هي زاوية الانحراف دي، هنجيب منها القانون ان شاء الله. وبعدين بقى سمينا الشكل اللي قدامنا ده، كملنا سمينا النقطة دي X وسمينا النقطة دي Y وسمينا النقطة دي Z. وبعدين بدأنا بقى نحط الزوايا بتاعتنا. احنا عندنا شعاع ضوء سقط على سطح فده العمود المقام، يبقى زاوية السقوط هي فاي واحد، وبعدين انكسر تاني فالشعاع اهو العمود المقام، يبقى الزاوية بينهم هي زاوية الخروج سيتا واحد، وبعدين سقط تاني على الوجه المقابل عمل زاوية فاي 2 مع العمود المقام، وخرج من الوجه الثاني برضو عمل زاوية سيتا 2 مع العمود المقام، يبقى السقوط فاي وفاي والخروج سيتا وسيتا، ودي زاوية الانحراف زي ما قلنا. تعالوا ندخل في هندسة الشكل شوية ونتكلم. أولا زاوية ألفا دي اللي هي زاوية الانحراف بالنسبة للمثلث S اكس زد، هي زاوية خارجة للمثلث، واحنا عارفين ان الزاوية الخارجة بتساوي مجموع الزوايا الداخلة للمثلث ما عدا المجاورة له، يعني الزاويتين المظللتين دول مجموعهم بيساوي الزاوية الفا. طيب الزاوية المظللة دي انا عايز اجيبها، يعني الفا بتساوي مجموع زاويتين اللي هما انهم المظللتين. طب انا عايز اجيب المظللة دي، ما هي مش عندي، مش مسميها ولا فاي ولا سيتا ولا مسميها حاجة، فأنا هجيبها. طيب عندنا الزاوية فاي دي بالتقابل بالرأس بتساوي الزاوية دي كلها. طب أنا عايز أجيب المتظللة بس، تبقى فاي واحد ناقص سيتا واحد هي دي، زائد عايز أجيب دي، ما هي دي بتساوي دي بالتقابل بالرأس، يعني دي ناقص دي تديني المظللة، يعني سيتا اتنين ناقص فاي اتنين تديني الزاوية المظللة اللي هو مجموعهم بيساوي ألفا خارجة عن المثلث. تمام. طيب هنرتب المعادلة دي شوية عشان هنحتاجها بعدين قدام شوية. يعني يبقى ألفا بتساوي هي فاي واحد هتنزل زي ما هي، وبعدين هجيب لها سيتا اتنين، سيتا اتنين يعني هي فاي واحد، الزاويتين اللي بره دول هجيبهم في جنب واحد تبقى فاي واحد زائد فاي اتنين، بقى عندي سالب سيتا واحد وسالب فاي اتنين، المفروض هجيبهم في جنب واحد بس هاخد منهم الإشارة السالب دي عامل مشترك وأحطهم بالموجب، يبقى سالب
افتح قوس سيتا 1 زائد فا 2، بقى عندي معادلة انا سميتها 3، هحتاجها بعد كده، هنرجع للمعادلة 3. تعالوا ندخل على حاجة تانية وهي الشكل الرباعي AXYZ. AXYZ الشكل الرباعي ده من معلوماتنا عنه ان مجموع الزوايا الداخلة ليه بتبقى مجموعها 360 درجة، بس احنا عارفين ان العمود المقام ده عمود يعني قائم، يعني بيعمل زاوية قايمة، يعني الزاوية اللي هو بيعملها مع السطح دي قايمة، وهكذا العمود ده برضو بيعمل زاوية قايمة. ايه ده، انا عندي شكل رباعي وعندي منه زاويتين قائمتين مجموعهم ب 180 درجة. ايه ده، يعني الزاوية دي اللي هي زاوية واي وزاوية ايه مجموعهم برضو ب 180 درجة. بالظبط كده. طيب انا عايز اجيب الزاوية ايه دي، اجيبها ازاي؟ 180 ناقص الزاوية واي دي يديني الزاوية ايه، وسميتها رقم 1. تمام، هدخل على المثلث XYZ. XYZ XYZ انا من معلوماتي عن اي مثلث ان مجموع الزوايا الداخلة ليه هي 180 درجة. تمام، يعني انا ممكن اقول ان 180 ناقص الزاوية واي دي بتساوي الزاويتين دول مجموعهم، يعني انا ممكن اقول 180 ناقص واي بيساوي سيتا 1 وفاي 2 مجموعهم، لان ده مثلث طبيعي جدا. تمام، عندي معادلة، المعادلة دي هسميها رقم 2. لو جيت بصيت للمعادلتين هلاقي بيقول لي 180 ناقص واي بتساوي ايه، و180 ناقص واي برضو بتساوي سيتا 1 زائد فاي 2. طيب استنتج ايه من المعادلتين دول؟ استنتج ان الاي بتساوي سيتا 1 زائد فاي 1. المعادلة دي مهمة جدا، هحتاجها كتير. ارجع بعد كده للمعادلة اللي انا كنت سايبها عندي في الاول اللي هي رقم 3. رقم 3 دي كنت بقول ان الالفا اللي هي زاوية الانحراف بتساوي الزاوية دي ناقص الزاوية دي، القوس ده ناقص القوس ده. تمام، هنزلها زي ما هي، الالفا بتساوي الفاي 1 زائد سيتا 2 زائد سيتا 2. عندي السيتا 1 زائد الفاي 2 انا لسه جايبها بتساوي ايه. تمام، احط السالب زي ما هي واحط ايه، يبقى انا وصلت لمعادلة تانية احتفظ بيها برضو عشان هحتاجها بعد كده، المعادلة دي اللي هي الفا بتساوي اللي هي زاوية الانحراف بتساوي فاي 1 زائد سيتا 2 ناقص ايه. كده انا عندي علاقة بين زاوية الانحراف للمنشور وزاوية السقوط، مش دي كانت زاوية السقوط اللي هي دي زاوية السقوط على المنشور. تمام، جينا عمليا نشوف العلاقة دي ممكن تعمل لنا ايه. قعدنا نزود في زاوية السقوط اللي هي فاي 1 دي، كل ما نزودها، كل ما نزود زاوية السقوط نلاقي زاوية الانحراف الفا عمالة تقل، نزود تقل نزود تقل لحد ما جينا عند نقطة معينة كده بنزود زاوية السقوط لقينا الألفا بتزيد، في حاجة غريبة. تمام، يبقى نقف عند النقطة دي ونحط لها علامة كده ونعرف ايه هي النقطة دي. طبعا النقطة دي نقوم نسقط على المحور ده تبقى ألفا، ما هي دي المحور ده بتاع زاوية انحراف ألفا، تبقى دي ألفا نوت، ونسقط على محور زاوية السقوط وتبقى دي فاي نوت. دي النقطة الفاصلة اللي بتفصل ان زاوية الانحراف كانت بتقل وبعدين بقت بتزيد. هنسمي النقطة دي هي وضع النهاية الصغرى للانحراف. جينا نشوف وضع النهاية الصغرى للانحراف دي، لما بنحط المنشور في الوضع ده بيكون الشعاع وهو جوه المنشور بيبقى موازي للقاعدة، وبالتالي زاوية السقوط فاي 1 طلعت بتساوي زاوية الخروج سيتا 2، وكمان حاجة زاوية الخروج الأولى اللي هي سيتا 1 بتساوي زاوية السقوط التانية اللي هي فاي 2. يبقى أنا عندي المعادلتين دول، يعني فاي 1 بتساوي سيتا 1. طيب أنا هخليهم حاجة واحدة وأشيلهم وأحط فاي نوت. تمام، يعني فاي 1 بتساوي سيتا 2 بتساوي فاي نوت، يعني أما أقابل حاجة منهم أشيلها وأحط فاي نوت، والتانية برضو اللي هما الاتنين اللي جوه دول سيتا 1 بتساوي فاي 2، خلاص هشيلهم هما الاتنين واحط حاجة اسمها سيتا نوت. تمام، كان عندنا معادلة قلنا عليها مهمة قوي، هي المعادلة دي، وعملنا عليها مستطيل عشان هنحتاجها، ان ال A بتساوي سيتا 1 زائد فاي 2. تمام، انا لسه قايل
ان سيتا واحد وفاي اتنين متساويين، وقلت ان انا هشيلهم واحط سيتا نوت، يبقى ايه بتساوي اتنين سيتا نوت. طب انا عايز اجيب السيتا نوت لوحدها، تبقى السيتا نوت بتساوي ايه على الاتنين، ويبقى دي عندي حاجة انا محتاجها عشان هحتاجها في القانون دلوقتي اللي انا بستنتجه اصلا. تمام، هدخل على المعادلة التانية، المعادلة اللي كانت عندي برضو اللي هي دي المعادلة المهمة دي، ان الفا بتساوي فاي واحد زائد سيتا اتنين ناقص ايه، كانت عندي كنت جايبها، واجي ابص عندي هلاقي ان الفاي واحد زائد سيتا اتنين ان الزاويتين دول في وضع النهاية الصغر للانحراف متساويتين بيساووا فاي نوت، يبقى انا اشيلهم هما الاتنين واحط اتنين فاي نوت. تمام، انا عاوز اجيب الفاي نوت لوحدها، اعمل ايه؟ اودي السالب ايه دي الجنب التاني، تبقى الالفا نوت زائد ايه، كده متبقي عندي الاتنين هقسم عليها، تبقى الفاي نوت بتساوي الفا نوت زائد ايه على الاتنين. يبقى انا كده جبت السيتا نوت وجبت الاي نوت في وضع النهاية الصغرى للانحراف. عندي قانون اسمه سنيلو، سنيلو ده بيقول ان الان بتساوي ساين فاي اللي هي زاوية السقوط على ساين سيتا اللي هي زاوية الخروج اللي هي عندي دي ودي. تمام، انا عندي هقول ان بتساوي، انا هشيل الفاي اللي هي يعتبر عندي، انا عندي حاطط المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف، يعني فاي دي هي فاي نوت، يبقى انا هشيل فاي واحط فاي نوت، والسيتا واحط سيتا نوت. تمام، وهعوض بقيمهم، يطلع عندي ان الان بتساوي ساين الفا نوت زائد 2 على 2 على ساين ايه على 2. تمام، انا وصلت للقانون ده، ايه لازمته القانون ده؟ يعني انا بلف اللفه دي كلها ليه اصلا؟ يعني عشان انا اوصل للقانون ده اقدر بعد كده لما انا اديك مثلا منشور واحب اعين معامل انكسار ماده المنشور ده، لازم اديك بقى كل الزوايا دي؟ لا، انا هديك زاويه واحده بس، وهي زاويه راس المنشور ايه اللي هي دي، ويبقى مفيش حاجه عندك مجهوله بس غير الان والالفا نوت. في جهاز كده اسمه الاسبكتروميتر بيبقى موجود في المعمل، بتقدر تعين منه قيمه الزاويه دي، هو بيعينها لك يعني انك تحط المنشور في وضع النهايه الصغرى للانحراف وتعين الزاويه دي، وبالتالي يبقى معاك الزاويه دي ودي، تقدر تعين معامل الانكسار بسهوله من غير ما تدخل في زوايا سقوط وزوايا خروج المنشور ولا اي حاجه من دي. المفروض ان احنا كده خلصنا، بس في حاجه بسيطه بس هنقولها سريعا عن قانون سنيل. قانون سنيل مش بس كده، يعني هو مش ان بتساوي ساين فاي على ساين سيتا، هو المفروض ان واحد معامل الانكسار الاول على معامل الانكسار الثاني بتساوي ساين فاي على ساين سيتا بتساوي لامدا 2 على لامدا 1، لامدا دي اللي هي الطول الموجي للضوء الساقط طبعا. طيب هو انا ليه قلت على ده قانون سنيل وقلت على ده قانون سنيل مع انهم مختلفين؟ لا، هما مش مختلفين ولا حاجة، هو نفس القانون. يعني انا كنت المفروض اقول ان واحد على ان اتنين، ايوه بالظبط كده، بس انت عارف ان واحد دي بتاعت ايه؟ بتاعت الزجاج، بتاعت المنشور. طيب وان اتنين اللي انا شلتها دي شلتها ليه؟ عشان ان اتنين دي بتاعت الهواء، انا عندي وسطين، وسط الزجاج اللي هو ان واحد، والوسط التاني هو الهواء اللي هو ان اتنين، اللي هو اصلا قيمته واحد، وواحد في المقام مش مهم احطها، هحط بس الان بتاعت الزجاج واحط الساين فاي والساين سيتا واكمل. بس القانون يعني في جزء ثالث، هو عادي ممكن يبقى الجزء ده بس لو انا محتاج الجزء ده بس، ممكن ازود عليه الجزء بتاع الطول الموجي اللي هي لامدا 2 على لامدا 1. استنتج من قانون سنيل ده حاجة، ان ان واحد على ان اتنين بتساوي لامدا 2 على لامدا 1، يعني العلاقة بينهم عكسية. اه بالظبط كده، يعني انا كل ما ازود الطول الموجي معامل الانكسار يقل. اه بالظبط كده. طب احنا عارفين طبعا ان الالوان عندنا، ان الضوء بينقسم لسبع الوان من الاحمر للبنفسجي، طبعا عارفين ان الاحمر هو اكبر الالوان طول موجي، وان كل ما بنمشي كده كل ما الطول الموجي بيقل لحد ما بنوصل للبنفسجي وهو اقل الالوان في الطول الموجي. طيب عشان بس نفهم الحتة دي، ده عندنا منشور طبيعي جدا بيسقط عليه شعاع ضوء ابيض، طبعا انا ببقى حاطط المنشور ده في وضع النهاية الصغرى للانحراف، وبعدين بسقط عليه الضوء الابيض، فببص على الضوء من الجنب التاني فبلاقيه طالع لي سبع الوان. طب ليه؟ لان هو لما سقط كده الضوء الاحمر واجه اول، انكسر انكسر انكسر. طيب الاحمر ده هو اكبر الاطوال الموجية، معنى كده ايه؟ يعني ده طول موجي كبير جدا، يعني معامل انكساره قليل، بينكسر حتة صغيرة بس وبيخرج.
طب كل ما بنزل كل ما ينكسر اكتر، يعني لما بوصل للبنفسجي طوله الموجي صغير، معنى كده ان معامل انكساره كبير، بينكسر قوي، بياخد فترة طويلة على ما يخرج من المنشور، فيقوم منكسر فيخرج بعيد عن الاحمر، لان الالوان مش نفس الطول الموجي، مختلفة، فعشان كده بتختلف في الانكسار وما بتخرجش في نفس الوقت، فتخرج في وقت مختلف، فتبان لنا ان هما متفرقين كده، والضوء الابيض تحول الى 7 الوان. وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة، وهو درس الانحراف في المنشور الثلاثي، وشكرا.